مرحبا بيك. عايشك عايشك. بس عليك الحمد لله. عايش بيه. انت حبيت تحكي على ذكاء، نحب نتعرف عليك. اسمي خالد. خالد شنو عمرك؟ شنو تعمل؟ عمري 35 سنة. الخدمة متاعي نسقاط من باركينغ هذين تاع بيبس، او مش باركينغ، كيسة هاك، اما انا نسقاط منه. نظم في الكراهب الواحد شاطر. الياس عبد على عبد اعطيني 200 فرنك 100 فرنك نقبلهم ونسكت عليه، خاطر الكيس مش ملك بابا، فهمتني؟ قداش عندك هاك؟ عندي بالحالة هذي انا ابو الحاج الزياف، انا ميت في الشارع. انت عيطت لي قلت لي راني ما تحب ما تحكيوش مع الزياف، حبيت توصل صوتك انت. يرحم والديك. وثم برشا عباد كيفي انا زدت بيت الشارع، انا على الاقل راجل نتيح ونقوم وكل القطوط كنت تجيبو قصه. اما ثم الانادي، ثم نساء، ثم ابن الصغار، ثم زاد ولاد صغار يباتوا في الشارع. خلينا معاك انت وتنرجعوا على الناس اللي تشوف فيهم. قداش عندك من عام في الشارع انت؟ عندي تو بالسنين 7 سنين من اللي مات بابا لا يرحم. 7 سنين وانا نبات في الشارع. كنت عايش انت وبوك؟ انا وبابا وامي واخواتي. اليوم باهي بوك توفى يرحمه، اخواتك وين؟ عندي 3 بنات. وينهم؟ كل واحده معرس. عاش عندكم الدار؟ كل ما الدار صار بابا مشاكل على الامور، الدار امور برشا مشاكل، فهمتني؟ ولد خرجت للشارع وهربت من المشاكل جملة واحدة، أنا فهمني. أنا عندك تو 7 سنين من توفى الوالد في الشارع. الوالدة متوفية؟ حتى من الوالدة متوفى الله يرحمها. أمي توفت ومن بعدها بعام خلط عليها بابا تو عام، أنا لكتين في لكعة. باش نرجعوا قبل ما توفى الوالدة والوالد، كنت عايش في العائلة؟ كنت ما كنت مدلل زاد، خاطرني كما نقولوا الذكر الوحيد واصغر واحد العيلة. جلطة، سامحني، جلطة صارت لك قبل ما يتوفى ولا بعد؟ لي قبل وانا صغير جاتني الجلطة هذي، عمري قلت لك 17 18 زون هذيك، من جرى الاكسيدون. كيفاه الاكسيدون؟ اكسيدون موتور في جلطة. خالد كان كيف في حياة البو والام؟ كانوا على الاقل معاونينك وكانوا هما يصرفوا عليك؟ والله هما كما نقولوا هزين القفة بودنها بكل شيء معايا. مشاو هما تبدلت برشا حاجة؟ هما حياتي كما نقولوا تقلبت 360 درجة، مش 180 درجة. بل عمرك ما عشت في الشارع وعمرك ما كنت في الشارع؟ لا لا، ساعات النهار من الدار كما ندادي وانا صغير، نصبع نحب نقعد مع ذيك، نحب نخرج مع ذاك، نحب نلبس بدري هذاك، نحب ندل نلقاك. شكون عجيك تولدت وانا في فمي مغربة ذهب. خالد اليوم 35 عام، شباب المفروض، المرض هدك، لكن اللي يشوفك هكا المرض هدك. الله الله الله، ضربني السكر، طيح لي فمي الكل السكر، زاد الجلطة نتاع يدي نتاع الساقي تعبتني على الاخر على الاخر. الحمد لله. وانا اليوم قاعد لقيت بلاصه في باب السويقه تخدم تسقاط منها، معاونينك الناس لانه ما يقلقوكش؟ العبيد لا، اما الحاكم مركز. مركز يقلقك؟ على الاخر. ما عندي 3 شهور حبس. علاش؟ هكاك. ما تظلمش انت، ما تعملش عنف؟ ما تكونش نعنف. تو تو انا ند واقف، يجيني واحد يعطيني 2000 ولا دينار ولا قولوا لي خلي عندك. قلت لك على رغم انا الزياف، فهمتني؟ شنو الظروف اللي عايش فيها سامحني تا خالد؟ كما شنو الظروف اللي عايش فين؟ شنو على شنو ترقد؟ على شنو كيفاش تاكل؟ جري عندي جري في مدخل سيدي محز من هنا، خصا بطانية واحدة عندي، عندي مقدم ما درش سيف وشتاء. سيف وشتاء. خوتك ما يتفكروكش بلي سامحني في السؤال؟ ربي معاه. انت مقصر خالد. انا ما مش مقصر، انا مش مقصر، خاطر كل عيد ماذا بيا نطل عليهم، ماذا بيا حتى ولو كان ما نطلش عليهم.
نزل التليفون عيدك مبروك اختي لاباس نعمل لك منه ومنه ربي معهم ما نحبش ندخل بها اكيد اكيد ربي معاهم وتعرفش على ظروفهم تعرفش على ظروفهم مش نية صحية تاي صعيبة معاك الدنيا اليوم ان شاء الله ربي يسر ماما وبالطبيعة الدنيا مصعبة معايا انا كاو مع نفسي كل اللي عنده كل اللي ما عندوش نارينا هذوم الناس كلها تتشفع الحمد لله يا رب ما فماش مشاكل فترة تو رجعت انت ما كنتش في الايامات الاخرى تخدم لنا لكن ما عندكش برشا من رجعت ثلاث برك روحت من الحبس قداش قعدت في الحبس بالاخر؟ ثلاث شهور على حراسة عشوائية انت شديت حبس على حراسة عشوائية هكا خال ثلاث شهور عديت حبس لا شدوا عندي صرف لا ثم شكون شكا بيا ما مش حتى حاجة أخرى ما ثم حتى إشكالية عليها معدين الحبس عليها ثلاثة شهور والحكم نتاع تونس قاسي على الآخر على الآخر سامحني في سؤال ما قلتش ثلاثة شهور خلينا نرتاح على الأقل في مأوى وهاني في الحبس وتنخرج عاد ثلاثة أسمع ثلاثة شهور عديتهم أنا في الحبس خير من اللي عديتهم البر عليه كنا نشرب عندي غداك صحابي لابسولي دوشولي مولي من مريقلة فهمت أنا مش مقتنعة إنه شخص كيفك الظروف خلته والإعاقة اللي تحملها وتخدم لهنا ليه فقط لأنك تخدم على الباركينج ما أناش تتحبس هل يعقل هذا؟ مش أول مرة راه مش أول مرة قدام المرة زوني للبوشوش عادينا كنارين ثلاثة أيام من بوشوش ومن بعد الروز نعاود نرجع نخت على خاطر عندي حتى بلاصة نسقط منها كان البلاصة هذي الدنيا صعيبة خالد معاك الحمد لله الحمد ديما واحد ثاني يا رب ما عندي ما نعمل تقول الدنيا علاش قصات عليا هكا علاش هذه كل ابتلاء عند الله سبحانه وتعالى مش نقول الدنيا هي الدنيا والوقت ماشي بطبيعته الدنيا رحلة قصيرة راهو ما فيقوش بها أغلاط الطفولة مهما كانت الظروف متاعنا لازم الإنسان يحاول يتجنب أخطاء الطفولة ما تقوليش ما عملتش أخطاء أكيد أغمل منيش حسب فيك راني عملت كنا نكذب عليك كيف تزطل وحربشت وشربت وعمتهم الكل أما توا حالتي ما عادش تسمع باش نعمل سؤال أخير هل تنجم تعطينا رقمك نملوه باش كان فما شكون يحب يعاونك يعاونك مباشرة تليفون ما عندي ما عندكش رقم واللي يحب يلقاك فين يلقاك لنا في باب الثقة باب الثقة فين الخاصة اه مدخل سيدي محرز خالد خالد يحشروا بخالد يلقاه في مدخل سيدي محرز في باب السويق خالد بالحق يستحق شكون يتلفت له يعاونه اذا من تعومتي ولا تعومتي تربج علي يعطي لي بالامبا بالامبا اش معناها برا انت لين علي ولا تعومتي ولا تعومتي صغار ربي معك عاجبك